السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وقد وقفت في التفسير عند سورة البلد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. هذه السورة هي سورة البلد، وهي سورة مكية. يقول الله تعالى فيها، وهي 20 آية، يقول الله تعالى فيها: لا أقسم بهذا البلد. وتحدث العلماء عن لا هذه، والذي عليها العلم أن لا هذه ليست نافية، وإنما الصحيح أن لا هذه للتنبيه والتأكيد، يعني على تأكيد القسم. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا أقسم، يعني أقسم بهذا البلد. السلام. والمقصود بالبلد هو مكة، مكة هي البلد. فالله سبحانه وتعالى يقسم بمكة، وذلك لعظمتها وقدسيتها. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد وهو مكة، وأنت يا محمد عليك الصلاة والسلام حل بهذا البلد، يعني ساكن ومقيم في مكة. فمكة عظيمة وشريفة، وكذلك تكسب شرفها زيادة على شرفها أنك مقيم فيها يا نبي الله. وقال بعض أهل العلم: وأنت حل بهذا البلد، بمعنى أن مكة حلال لك يا نبي الله عليك الصلاة والسلام، يعني أن أحللنا لك مكة يا نبي الله ساعة من نهار، وذلك في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل، قال: وإن الله حلها لنبيه ساعة من نهار. فالله أحل لمحمد صلى الله عليه وسلم مكة، البيت الحرام، عندما فتح مكة. وأنت يا نبي الله حل لك هذا البلد. ووالد وما ولد، قيل المقصود بوالد وما ولد على سبيل العموم، يعني كل مخلوق وما ولد من الإنسان والبهائم. وقيل إن الوالد هو آدم صلى الله عليه وسلم، وما ولد يعني أولاد آدم عليه الصلاة والسلام. فالله يقسم بما شاء من خلقه، فهو أقسم بمكة البلد الحرام، وأقسم بالوالد وما ولد سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه بخلاف المخلوق، فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الله تعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه، كما تقدم أن الله أقسم بالضحى عندما فسرت سورة الضحى بهذا المجلس،
وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالليل إذا أغشاها، والشمس وضحاها، إلى آخره. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا، قال بعض العلم إن هذا هو جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال بعضهم في كبد يعني وهذا الصحيح أنه في كبد، يعني في مشقة وفي ابتلاءات، وأنه سيمر على مشاق في هذه الحياة، وأنه سيمر على التكاليف التي كلفه الله بها، وأنه سيذهب إلى القبر ويمر بمشاق، وسيمر على الصراط وأهوال يوم القيامة وابتلاءات الدنيا، هذه كلها في كبد. وقال بعض أهل العلم: لقد خلق الإنسان في كبد، يعني في السماء. وقال بعضهم: في كبد، يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلم نجعله مثل البهائم والحيوانات رأسه محادياً لقفاه، وإنما عزه الله ورفعه، كما قال وكما تقدم في تفسير هذه الآية السورة من سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فيكون المعنى أن الله خلق الإنسان، يعني خلق آدم صلى الله عليه وسلم في السماء، وكذلك خلقه في أحسن تقويم، وكذلك خلق آدم وبني آدم في مشاق وابتلاءات ستقابلهم. ويذكر عن امرأة تنازعت مع زوجها فخرجت غاضبة لأهلها وقد توفيت أمها وتزوج أبوها بامرأة، فلما مرت من المسجد من عند المسجد إذا بإمام المسجد يقرأ قول الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهي تعرف هذا المعنى أن الإنسان خلق في ابتلاء وفي مشاق، فبدأت تتأمل هذه الآية فرجعت إلى زوجها، فسألها زوجها عن سبب الرجوع، فقالت: أرجعني كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ قالت: سمعت الإمام يقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في كبد وفي ابتلاءات وفي وغير ذلك، وهكذا لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان أيضا هو في كبد عندما يخرج من بطن أمه، فيعاني أن يحبو على الأرض، ثم كذلك المعاناة إذا وقف، ثم إذا مشى سقط، ثم الابتلاءات والفتن، إلى آخره. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب هذا الإنسان الذي أعطاه الله مالا وأنعم الله عليه بالمال أن الله لن يقدر عليه، عندما يقول متبجحا ويقول على سبيل الغرور والإعجاب، يقول: أهلكت مالا لبدا مالا كثيرا في غير طاعة الله. أيحسب هذا الإنسان الذي تجاوز حدود الله رب العالمين وبدأ ينفق ماله في غير طاعة الله؟ ولذلك تلحظ أن الله في القرآن يقول: أهلكت مالا لبدا. لماذا لم يقل يقول أنفقت مالا لبدا؟ لأن المال إذا صرف في غير وجهه صار إهلاكا. أما إذا كان المال ينفق في وجهه من إطعام الفقراء والمساكين وما يرضي الله، صار مالا يسمى نفقة، لأنه سينفع الشخص في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يقول عن هذا الشخص، يقول: أهلكت مالا لبدا. ولبدا معناها يعني مالا كثيرا كثيرا كثيرا. وأصل اللبد في اللغة العربية هو شعر الأسد المتراكم الذي يكون على رأس الأسد، متراكم بعضه فوق بعضه وكثيف، يطلق عليه لبد. فالله تعالى يقول عن هذا الإنسان المغرور: أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ يقول متبجحا: أهلكت مالا لبدا، يعني كثيرا كثيرا كثيرا. أيحسب هذا الإنسان الذي يتبجح ويتجاوز حدود الله أن لم يره أحد، بل الله يراه. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولذلك قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء. وشيء نكر سيقة مساك
النفي فتعم كل شيء. والمقرر في علم أصول الفقه أن من ألفاظ العموم أن النكرة إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فهي تعم كل شيء، فالله لا يخفى عليه شيء. أيحسب هذا الإنسان الذي ينفق ماله في غير طاعة الله أن لم يره أحد؟ ألم نجعل لهذا الإنسان نجعل له عينين يبصر بهما الآيات الكونية، يبصر كيف خلق الله السماوات والأراضين والشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات، ألا يعتبر بهذا؟ ألم نجعل له عينا يقرأ بهم الآيات الشرعية، يقرأ القرآن فيلتزم بتعاليم القرآن ويلتزم ما أوجب الله وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم؟ ألم نجعل له عينين ولسانا يعبر عما في الضمير؟ تخيل لو كانت اللغة بين الناس في الخطاب أنه ليس هناك شيء ألفاظ ولا يستطيع أن يتكلم، يعني كلهم ما يستطيعون أن يتكلموا، كيف ستكون اللغة بين الناس؟ تخيل لو أن اللغة بين الناس، أنا مثلاً أريد مثل هذا الماء، قلت للذي أمامي، تخيل لو كانت اللغة بهذه الطريقة، أردت مصحف، قلت ماذا سيكون عندي من المصاحف وماذا ما يكون عندي من هذا الماء، وهل أستطيع أن أنقل هذا الماء هذا في كل مكان؟ لكن رب العالمين لما خلق الإنسان وأبدع صنع الإنسان وجعل له لساناً يعبر عما في الضمير ويتكلم من هذا الهواء الذي يخرج من الرئتين ثم ينتظم بحروف ثم يفهمها المخاطب الذي يخاطب، هذه نعمة من الله، يجب أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، شفتين تجملان فاه، تخيل لو أن الإنسان ليس له فاه ماذا يكون وضعه؟ تكون أسنانه بادية، الجمال أن تكون أسنانه مختفية. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أصل النجد عند العرب هو المكان المرتفع من الأرض، ومنه سميت نجد في الجزيرة العربية في المملكة، سميت نجد ارتفاعها. فالله تعالى يقول وهديناه النجدين، يعني دللناه على طريق الخير والشر. ولماذا؟ كيف ذلك؟ الآن وهديناه النجدين يعني طريق الخير والشر، المكان المرتفع بارز كل الناس يرى، أليس كذلك؟ كل واحد يرى المكان المرتفع بخلاف المكان المنخفض. فالله تعالى بيّن للناس طريق الخير ليسلكوه ويؤدي بهم إلى الجنة، وبيّن لهم طريق الشر ليتركوه لئلا يدخلوا النار، فهو واضح. فالنجد هو المرتفع من الأرض. وقال بعض أهل العلم النجدان هما ثديي المرأة لارتفاعهما عن صدر المرأة، فالله هدى الطفل الصغير، هداه الله سبحانه وتعالى بأنه يتغذى في بطن أمه عن طريق السرة من دم المرأة، ثم إذا أذن الله له بالخروج خرج على هذه الدنيا، ثم إذا خرج على هذه الدنيا هداه الله إلى أن يلتقم الثديان، ثدي أمه فيشرب منهما ويتغذى. لم يهده الله سبحانه وتعالى أن يتغذى أو يلتقم قدميها أو يديها، وإنما ثدييها. فالمقصود بقوله تعالى وهديناه النجدين عن طريق الخير والشر. ثم قال سبحانه وتعالى كان من المنتظر من هذا الإنسان الذي أعطاه الله النعم ومن ضمن تلك النعم المال، أن يسخر هذا المال في طاعة الله ويقتحم العقبة، يعني يتجاوز العقبة. والعقبة عند العرب ما هي؟ هي الطريق، والسلام، هي الطريق الوعر في الجبل، الطريق الوعر في الجبل، ما اسمه؟ اسمه عقبة، الطريق الوعر في الجبل اسمه العقبة. فالله تعالى يقول كان من المنتظم الإنسان أن يقتحم العقبة ويتجاوز هذا الطريق الوعر وينفق ماله في سبيل الله. قال تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ الاستفهام هذا خرج مخرج التشويق لهذه العقبة. قال كان من المنتظر منه أن يسخر ماله في طاعة الله، من ضمن التسخير أن يفك الرقاب العبيد والأرقة ويفك الأسرى. ولذلك رغب الإسلام في هذا الشيء، في فك الرقبة وفي فك الرقاب، ففك رقبة، أو أنه يسخر المال للتنويع، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني يوم فيه مجاعة. هذا من المنتظر، هذا الذي ينتظر من الشخص
أن الله إذا أعطاه مالاً أنه يسخر المال في طاعة الله ليبقى له في الدنيا والآخرة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ويطعم من؟ يطعم الأيتام. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ يطلق عليه يتيم. وكانت العرب تظلم الضعيفين، المرأة واليتيم، وتأخذ حقهما. فلما جاء الإسلام عزز من جانب المرأة وجعلها ترث وتورث، وعزز من جانب اليتيم وتوعد على أن يعتدى على مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال تعالى: يتيما ذا مقربة، يعني أنه أنفق من المال اليتيم، وكون اليتيم قريب أفضل عند الله من اليتيم غير القريب. أما إذا كان ما عنده يتيم قريب فإنه ينفق على يتام هكذا، لأنه إذا كان يتيم وقريب جمع بين الصلة والصدقة. أو مسكينا ذا متربة، ينفق المال على المساكين أو المسكين الذي ذا متربة، يعني من فقره لصقت يده بالتراب. أو مسكينا ذا متربة، ثم هو مع هذا الإنفاق للمال في سبيل الله لا يقبل منه هذا الإنفاق حتى يؤمن بالله. قال تعالى: وما منعهم، يعني الكفار، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلى آخره. فكونه يطعم الفقراء والمساكين لا بد من تحقيق الإيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، يعني يوصي بعضنا بعضا بالصبر. اصبر يا أخي على طاعة الله، اصبر يا أخي على أقدار الله، اصبر عن معاصي الله. ويتواصى بعضنا بعضا بالمرحمة: يا فلان ارحم قريبك، تصدق على قريبك، انتبه لجيرانك، انتبه لأهلك، ويرحم أولادك، وهكذا يتواصى بعضنا بعضا بالمرحمة. هؤلاء المتصفون بتلك الصفات من الإنفاق في سبيل الله والإيمان بالله والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة والإطعام في يوم المجاعة، أولئك هم أصحاب الميمنة، يعني هؤلاء هم الذين سيأخذون كتابهم بأيمانهم يوم القيامة. وبالعكس، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشؤم، أصحاب الذين هم الذين يأخذون كتابهم بشمالهم صلى الله عليه وسلم والعافية، عليهم نار مؤصدة، يعني مغلقة. لا يكفي أن الله يعذبهم بالنار، وإنما زيادة على النار عليهم نار مؤصدة، يعني يغلق عليهم بأبواب. وكما تقدم في سورة الهمزة قال: في عمد ممددة، قراءة حفص عن عاصم، وفي قراءة صحيحة أخرى: في عمد ممددة، يعني داخلين في النار ويضرب عليهم أبواب في النار، تؤصد يعني تغلق عليهم بهذه الأبواب، ويكون هناك أعمدة على هذه الأبواب لا تفتح الأبواب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو مختصر موجز لتفسير هذه السورة العظيمة، سورة البلد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عداوة الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.